لا يمكن أن تكون عابدا لله حق العبادة إلا بعلم، فكلاهما متلازمان. وإذا قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. وإذا نظرت إلى السلف فهم يتعلمون العلم إلى أن تخرج أرواحهم، فهذا دليل على أن العلم والعبادة قرينا. ولذا من تعلم ولم يعبد الله عز وجل فبه شابهم باليهود، ومن عبد الله من غير علم فبه شابهم بالنصارى غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. إذن مفهوم هذا أن من عبد الله على علم فإنه ممن أنعم الله عليه. ولذا جاءت الآية التي قبلها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.